كان سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في استقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، واللذين وصلا إلى مطار البحرين الدولي مساء أمس للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لشارع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، والذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر. وقد رحب سموه بصاحبي السمو الملكي متمنيا لهما طيب الإقامة في مملكة البحرين، مؤكدا أن إطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل على أحد شوارع مملكة البحرين يأتي تقديرا ووفاء لإسهاماته في تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية وجهوده الكبيرة التي بذلها من أجل خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية. كما كان في الاستقبال معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وسعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين وعدد من المستقبلين.